بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، وحان موضوع ولا الكيت المامي أيان كهد للدونة هدي الله إلى سبحانه وتعالى وحي الله إنك قرتسيه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا وقلت المامي الدنيدة إن لينو كيني إن لينا يتحامه إنسان كنا نلوشي سنوع كستوعي تهيبة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد بيرحنون بان كده حبو الريبال ليدي سبحانه وتعالى حلينو تلماما يا إنسان كن مركز تبهرتين كادحيي نلوشة تاني لو قلت لك لين لقداله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ورواد دالي سنباء ليدي سبحانه وتعالى حقا لو داله. عصر كنا نتشوقنا إنه نوح سير نغضي عصورتي فتن كبدنا أما نبتو أي تربضان تهي. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحنا وقت المامي ما دام إنه مؤمنين هين لنا يتحامي دونه امتحان كقف كمؤمن كان لك قاضي أنا جوابته بحيانا إن يتهي وحا آخرة وحلو السيني سيدا وقيت با إلهي قرآن كوحنا وقت المامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله سبحانه وتعالى وحلي يدتكم وحي أم علينا يعني. انت إذا هدان آمنا إن نسيدك الدين دون وأن لا يتحامي دون إلهي وحت المام يا إن لا يتحامي إن لا فتنين دون فتنة كلمة الفتنة وحا أسأل كذا لتلمامين يتهي مركا لدالان يدهب كيلك لشيلة يا ذهب ك يخش ك لصعده كله سيلو كلاش صاره ولا دلالية ده بتنضب كاسا كلا صاره انتي سفيعني يا انتي سفن وحال ينوت المام يا ان دتك مؤمنين تا امتحانات ايكو يمن دونا امتحان كاسينو نغن دونا كو بشر كلو كلا دلالين ايو او لو كلا صار ايو الهي مركا وحلي فلا يعلم ان الله الذين صدقوا الهي سبحانه وتعالى وموچن دونا او وا سعد با الله وصو صار الدونا كوا رنت الشيغية يا عهد يا إلهي لك قالين يلا إله إلا الله محمد الرسول الله كر الشيغية إيه كوا بين تابا إلهي سبحانه وتعالى يا بنت الشيغية وإلهي قرآن كوحينا قلت الماما يا بشر كيني كمديهين قار هديو النمعضي هلنا إلهي عابدة هدي الله يستحامنا إلى هذا الدبضي بناك كبح وحوردن إلهي قرآن كوحو قلت الماما يا ومن الناس من يقول آمنا وحال لي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ضدك وحكم دبا إلى هيدي كل آمنا بالله لكن هدي الله اتحامبوا إلى هيدي سبحانه وتعالى إلهي درتي هدي الله اتحامبوا ربي قبصته وحكدك يا فتنة يا امتحان كان ضدك سيدة إلهي عذابك يسأل الله غب قوكله إذن والله بمية نموذجك كان أما كوحدة هلع يورور كوهيستو
وحيله القرآن قتل ماما يوى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة تتك وحاكم دبا إلهي لي كو إلهي دع الكعابدية وهدي وناق لهلنا مع الناس وخير كاسي وضية هدي دبي امتحان يمادية مشكلة دينا دب الله ما يبا إلهي لي سبحانه وتعالى إذن امتحانات كو إيمانية مركز تبدوني دا امتحان كو إيمانية وحانا الله اتحام ضدك كو غبتش على أنبيدي إيا الرسوشي أي امتحانات كوه وين كدعا امتحان كدنت اللي قال إينا وحويان إلا كالصراء الصادقين والكاذبين الصادقين في إيمانهم كو إيمان كو ذكر شيغية إيا كو كبين شيغية إلا كالصراء إذن ضدك امتحان بيكو شيران فتن كاسي امتحان كاسي فتن طغادي جبابرة كي مادة نمن كبري وقوقي وضدك الدبا ومشاكل وقيستة فتن كي ما دا شهوات نفس هي شبهات يوحي للنوع فتن كويت ربدي إنسانكو انت بضن هدو درقو أو باهي بيلو أو حوق سكو أركو أو أركا ضدك انت كليني كلي تانو كتش الحسين حقو إلا با إلهي بقران كوحو لي كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألا وحليه سبحانه وتعالى بشر هدو ديق طومو كاف طومو وقو قوى كبرى بإله إليه سبحانه وتعالى كبر كاسوحو قارسية ميتو كان يينو إلى ورم حتى لا دو تكنسة إني سلاد دم بنقطه قفل وقب صدوه أيها إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي إسهو قفك سلاد تكديان وحك لصمين ما يشيسي وقف يعني دو مردو الكردقي خلاص عدنا وحمق يسنين هدنا إلهي وحلهي سبحانه وتعالى إني سلاد دم ببوارك دونا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن قتلمامي مؤمنين هذا ضعيفان كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة هذا إذن كحوق بطان محادع الدونة با إلهي لي بلن إيا عهد تونا يدين إن المايا إلهي وحو تلمامي أصلا مال وحكو أرغوستين لي مال وضدك كو حسابي إينا يشرتو دوني دا تنين إتاي دار ضدك الله إتحامي الله إسكو إتحامي قفك مؤمن كايك قال الله إسكو إتحامي لكن وحلا قربا ويا تصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما صبر يسان بقى لي سبحانه وتعالى مركي لقوى الرمي آخرية قال وحا القصة من آيدك حكتا إلهي مركا وحولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم آيدي هورا مركي إلهي نار تكوى الرمي إيو قال هذا صلى الله قصة برد قدونا با إلهي وحادني نبي يقولي فاصبر كما صبر أولو العزم صبر بقى لي سبحانه وتعالى وواحد الصبر تاسدي أولو العزم من الرسل أي صبره أولو العزم من الرسل قرآن كو حكك والرمي نبي نوح ودك تبالا قفر ويستي ولما مغلي وايي وهدنا سقال بقول إيا كنتن سنضاد دعوة وضا وإلهي لي وما آمن معه إلا قليل هدنا هنشوشن بل إبا إلهي كو الرمي نبي نوح وبكل الأصاليب استعمالي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إساقو سرا وجهرا وعلانية ليلا ونهارا مركا حق الزمن كاللغا إيقو ليل إيا النهار بوان وذيبو لي مركا حق أسلوب كي يوي إيا طريقة وحلوشة كاللغا إيقو سرا وجهرا وعلم بانو وذيبو لي قفك بنا آدم كي وحي وآديك سن لها هذا تايم فاكتر كتهينا هبين إيا ما لما شقد أوان وذيبو لي هذا تي أصاليب تي يدد كسال الله ليسا وحلوغو يرانا كر إيا هوس إيا نوع كستو بشر وحلوغو شاق أوان وذيبا إلهي لي دمتنا إلهي النبي محمد وحكولا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي اعمل شقي با للي سي مو شقي صبر أبو الأنبياء با كمدا وإنتاسو ميلوت كهي جرودي
عراق التقو فلسطين كتقو مكة التقو ميل والبا دعوة ودي حد لسيو قارسيين دبلو قردو انت الله صاغة بطال الدبلو وش يضال الله حلو ان دبلو قردو وحاكم ده نبي الله موسى ووقت نسقي قوم كسي وحيك على قبصدي نبي موسى وانا اسكر لسين او عيدا لسين او العقل لسين هدنا نكي الدنيا ده وكبر بدنا بالي رقبات ويساق وطقو حصو الشيك يا وكعبصر يا ابوي وصو عبصر وبشر وحل يدي بالهرت قعنت واحد كسي دوام حي وما تلك بيمينك يا موسى بل اسكه بلا قعنت كانت كهي ستوام حي الى هو او شيء دي بو يري و ما حد كو قبسطا و خيو يري خولهان كو راعدا ولي ما اريب كلنا وانو ليه دنا كلي مركي له هوبيي وحان وهيي و هو اها اي الهي اسك سي ده دبا دولك كو توفو دولك مركي كو دعدي فايده هي حيه تصعى بالهي دبيتنا و خلا يري خذها ولا تخف هدا ابي سد سور دي سدان كقبابا الهي يري و هنا عبصوني قول هنا هيد مركي هره و وخ لا يري هوبي وارك تور با ليره واسكا تور مركو تورين الهي وحو يري قبو ولا تخف عبسا محل الربي نبي موسى عبسيده بشر كبا لا ساريه مخلوقات انو كعبسده وايو حقي لو ديريا نن لي انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري نن سدا لبا الهي وديريا محو هيستا موسى عيدو قدربو ولا الكارا كحيسا ليري طالبني وان عيدا وضن حول وضن اسكر وضن وحبا حيسنن نينك لو تغيانا وانين كبري وقوقي وعين كان الهي وحكوير سبحانه وتعالى زاد محال لو قدقي ولا تنيا في ذكري با الهي انيقا حسك يقون هكا دالينا وحكا لو ما باهنيد انيقا كون كان اسكاله انيقا حسك يقون هكا دالينا ولذلك بو الهي حسكي سكمو دالينا مركا كو اتكاطي وحولها كلا ان معي ربي سيهدي الهي با انيقا معي قوي حنونيني إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد حكولي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيدي أولو العزم من الرسل شو أصبرين أصبر ولا تستعجل لهم باي لهي قولا دان وحبا عذاب كودة هدك دك سنين باي لهي عذاب كورتان كينا يين كورتان أرقو سنين وحاوا شقضي دباي لهي وحبا دقوا كو دك دقين ولا تستعجل لهم هذا waxa laga yaabaa inaad ugu islaaday muuminkii xaqaa lagu rifo xaqaa lagu makoon dulka la lagooy ilaahay taaniga shaqadeeda tahay ba ilaahay leey wala tastaajil lahu ha ku degdegina ba layri subhana wa taala laakin ilaahay muhulay wala tastaajil lahum ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar maalinta ay arki doonaan ba ilaahay leey wixii aan u yaboohay dunida tan tirada badnayd ba waxay la noqon doontaa ba inaanay saacad maalin ka mid ah inaanay soo joogin waxba hal degdegina ba ilaahay maalinta ay noqoto inaa wax ciqaabo waxay noqonaysaa ba ilaahay leeyay lam yalbathu illa sa'atan min nahar dabatan ilaahay wuxuu leeyay balaaq fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun ay hada balaaq balaaq lin nas wa gaadsiin ba ilaahay leeyay subhanahu wa ta'ala taas وحال سبحانه وتعالى إنا برايا مركا كان صبر كقفك مسلم كا وحهورتي ستاغني إنو يهي إنو صبره امتحان كا إنو كو صبره أو صبره لكن صبر كبعنه سمحو يهي كو إنا ندك دقين مراهنا تقوصن كرين إنا تكو دك دقين استعجال إنا تصمينين خلق الإنسان من عجل إنسان كو مركو هوري وكان الإنسان عجولا أبو رهان بمدك دكتة عليها بل تحبون العاجلة إلهي وحط الماما يا إنسان كوينو دك دكتة سيدي سبسك عليه واحد دك دكتة أنا وش عليه لكن إلهي وحلي سبحانه وتعالى دك دكتي نال لما دك دكو إلهي أرمي سو مقادير بيكو صعدان ولذلك أدوه هدك دكين بالا لي سيدا وقيد بو النبي صلوات الله وسلامه عليه حديثي صحيح كويا لي بخاري وصاصاري خباب بن لارت خباب بن لارت وسحابي قبيل كرير بنو تميمة نكا كان وادتك إلا قفصدي يدبتنا الله أدون صدي نن عربيد ورير بنو تميمة بوها لكن كعن علاده انت لقبتي الله أدون صدي إسلام لورنش ري ومو أنمار أي أخيرا لغي يبيي إسلام تنفر سمادة تمال لماذا الله يرهد بي بارتي دبتنا ويكو حيوك ستي مركا عمل با لوفر دكان
توماليد أو فرسما يقانا فورتشن فورتشن كاسوها استمر كاسيو وحي كسو قلنا قلنا نتبا دي قادن شرتي وحكم إذا مسلمين تي هوري إسلامتي إدب تبضاني قبصتي وحلي مالتي دمان نبي قولنا من صلوات الله وسلام عليه سيقو برده ولي يسوق متوسط كوا او كعبده حدكيده جوغان ويمي وحان كن ربوري الا تستنصر لنا الا تدعو لنا الى الرسول كسي ما دي الله ده دبا نو بريد ما دي الله يقول نو ويديسد ما كن ربوري وحكو يري النبي صلوات الله وسلامه عليه قد كان من قبلكم يؤخذ وركو يدينك يدينك هريي بو النبي غور قار كميده نينك انت الله سو قبطو ايا قد لو قدي جيري dabeetana inta godka lagu rido oo lagu aaso xaqiisa hoose si aan u dhaqdhaqaaqin ayaa miishaar madaxa laga saari jiray dabeetana miishaarta inta lagu torchar gareeyo ayaa laba loo kala jari jiray buu nabigu ku yiri waxa la soo qaadi jiray buu nabigu leeyahay amshaat min hadid gafeedo bir ah dabeetana lafta iyo diirka ayaa lagu saari jiray torjarku maaha wax hadda bilaabmay taariikhda bashariyadu markastoo ay kibirto noocan way lahay nabigu wuxuu ka warramayaa markaa dad la torjar gareynayo oo lagu toorjargareynayo diintiina ka taga oo dabeetana diidan inay ka tagaan ayuu saxaabigan uga sheekeynaya wuxuu nabigu ku yidhi markaa maa yasuddu dalika can diini waxaasoo toorjar lagu haya ee gafeedhaha birtee lagu rifayo miishaartaa lagu kala jeexayo waxaa mashaakil haystaa buu nabigu yidhi may ahayn ku diintiisa ka celinaya dabeetana nabigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون نبغو حكو الإلهي بان كل دارته ألا سبحانه وتعالى الدين تتمور لما يستري دونا إلا إيوه يعني نبغو بشاريني سحابيك هذا دبغو نقطنا waqtiyadu nebigu bushaareyn jiray inta ugu badan le waxay ahaan jireen waqtiyada sacabka axzaab oo kale markii dhaxantu ay jirtay ee gaaladii oo dhamaysa soo urursatay ee godkii yaraa ee luqaday dhagaxa loo taag waayo nebigu ku dhacay ayuu lahaa mafaatiixdii shaam iyo mafaatiixdii furus iyo kuwaasaa laysiin waqtiyadu nebigu uu bushaareyn jiray markii godka uu ku jiray ee isaga iyo abibakar godka ay ku jireen ee la eryayay la firdhiyey ee la raadinayay ee abibakar ilaah hadday gumadooda eega wayna arkayaan ayuu nebigu wuxuu lahaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddex ku yahay waqtiyadu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka ducaadda iyo dadka diinta garanaya waxaa loo baahay inay dadka qalbigooda dejiyaan oo u sheegaan wixii bashaa'ir nebiga ka soo aroortay ee qur-aanka ka soo arooray waqtiyaday dadku mixanka ku jiraan idan iyadoo mixnadu dhacayso ayuu nebigu saxaabiga laba shay buu wada tilmaamay dhan wuxuu uga tilmaamay waxaa loo baahan yahay inuu yahay qofka mu'minkaa tacdiibku inaanu diintiisa ka celinin dhan kale wuxuu uga tilmaamay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh diintan inuu ilaahay dhammaystiri doono mar saddexaad buu haddana nebigu wuxuu u tilmaamay saxaabiga kan walaakinakum tastacjiluun waxaa tihiin buu nebigu leeyahy kuwa degdegaya ee degdega iska daaya degdegu waxba ma kordhiyo waxba ma taro wuxuu taraa degdegu wixaad haysatay inuu kaa kala daadiyo waxaan la gaadhin haddaad raadcayso adaa ku xiiqaya saa ugeed buu nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu saxaabigan u tilmaamayaa isticjaalka iska reeb oo sabra walidaalik buu nebigu saxaabadii caynkan ku lahaa iyadoo toorjarkan iyo dhibtani haysato yacni saxaabada qaarkood markii dhibtu ka tiro badatay kalimatulkufrigii waa iskaga dhawaaqeen waayo ilaahay baa u ogolaaday sidii camaar ibnu yaasiri waanakii nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh tilmaamay abshiruu aala yaasir faina mawcidakum ljanna yacni sabran aala yaasir waxay yidhahdaan ma asaxin ama abshiruu aala yaasir faina mawcidakum ljanna bacd alculamaa ba wax ka ururiyo la yidhaahda mustafa alcadawi sheekh mustafa alcadawi iyo rag lamid waxay leeyihiin alxasan ligayri waa gaadhi karaa haddii sanadadiisa la ururiyo yacni waxay ahaayeen waqtigu nebigu uu bushaarinayay waqti la dhibayay bale bilaal haddaa imika aragteen suwar qof muslimo intay gabadhi sida eyga bahal xadhig yar sudhatay ay jiidaysa haddaad aragtay bilaaloo nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi kuwa uu jeclaayay ugu horrumeeyey caynkaasi ahaa ayaa inta la tumo marka tumista laga badiyo caruurtaa hoggaan loogu xidhi jiro loo odhan jiray mari suuqa soo mari xadiidka sanadkiisa waa xasan
انت وقال لو سوره ايا لورنجري ميلها كعبد يا غير كده سو مرمريا سي لو غوبو ماركاس waxay leenahay waxay nu baahanahay inaynu sabirno nabigu sallallahu alayhi wa sallam yani wasoko baya markii ay dhacday sulh hudaybiya heshiiska ay muslimiintu la galayeen gaalada iyadoo heshiiskii la qorayo waan wali la dhameynin oo nimanka gaalada ay saadad keenaya oo ninkii gaalada markaa uu hadlayay uu leeyahay masax waxaanad qortay bismillaahi rrahmaani rrahiim qorbuu nabigu yidhi wuxuu yidhi u kaadi raxmaanu rrahiim kana jeegisa anagu garan mayne bismika allaahuma noogu qor magaca allaan ku bilaaban un ku qor laakiin raxmaanu rrahiim kaas waxaynu isku waafaqsannahay maaha kada waa brotokolkii wax loo qoraya laysku haya kadaaya buu nabigu yidhi u qora kooda waxaad qortaa buu yidhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisiiya sug buu yidhi rasuulnimo haddaan kuu garayna ismaynan dileene magacaag iyo kii aabbaha qora buu yidhi maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro hada ma saalix calayhi maxamed ibnu cabdillaahi saa ku qoro kama saxoo ku qoro buu yidhi cali baa xanaaqo yidhi wallahi inaanu masaxaynin ee tus buu nabigu yidhi isagaa masaxay heshiiskii iyadoo la yeedhinayo heshiiska la yeedhinayo markaa waxaa ka mid a wixii ka soo gala gaalada ee muslimiin ee soo cararay muslimka u yimaada in dib loo soo celiyo lagu celiyo gaaladii raadcaynaysay wixii laakiin muslim ee soo baxsaday xagga gaalada yimaaday soo ridooba inaan la soo celin bunuuddo ka mid ahayd la qorayay iyadoo bunuuddaa la wado aan weli la qorin ayaa waxaa soo galay saxaabi raran oo xabsi ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yihiin oo ismaqlay muslimiintiibaa maka u soo dhowaatay oo isle mar uun haddaad meesha ka baxdo abu jandal baa soo galay abu jandal waa axadu saxaaba maka ku xidhnaa oo silsiladiisii watoo soo baxsaday aabihiina waa ka nebiga heshiiska la gelaya suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaala waa ninkan heshiiskaba qoraya nebiga heshiiska la gelaya dabeetana wuxuu yidhi maxamed ow kanbaa ugu horeeya heshiis waxaa kugula gelaya waar weli maynan qorin buu nebigu yidhi heshiiskii wallaahi haddaanad aqbalin buu yidhi inaan weligaba heshiis kula gelin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ii sii da markaasuu yidhi kuu sii dayn maayo balaa buu nebigu ku celay mee waad ii sii daynaysa kan anjisuli ii sii da kuu sii dayn maayuu istaagay makras mid la yidhahdo oo kaleoo gaalada ka tirsan meesha taagnaa ay yidhi war waa kuu sii daynay suhayl waa xanaaqay uma sii daynayna buu yidhi waa u diiday markuu arkay in lays haystaa buu saxaabigiina qayliyay wuxuu leeyahay yaa muslimi ma anigoo gaalo ka imi oo intaa soo cararayay oo silsiladaan soo jabsaday kuwan tahay ayaa igu celinaysaan haddana gaaladii war ma waxaad rabtaan in diinteyda layga fidmeeya buu isna halka la taagan yahay saxaabadii waaba miyar doorsoomeen waa maalintu cumar xanaaqii intuu wareeray uu lahaa intuu nebiga u yimi buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii miyaan anagu mu'miniin ahay miyaan adadgu ilaahay rasuulkiisii ahayn buu ku yidhi markaasuu nebigu yidhi maya waa ahay anagu miyaanan mu'miniintii ahayn maya waa tihi kuwani miyaanay gaaladii ahayn maya waayi su-aala aan la filaynin cumar nebi maxamed hadda weydiiyuu weydiiy